أهلا بكم إلى دائرة الشرق. إذن بالأمس اعترض الجمهوريون على مشروع قرار تقدم به الديمقراطيون لعزل ترامب قبل نحو أسبوع من نهاية ولايته الرئاسية، في مساعيهم لتفعيل عدة آليات لعزله على خلفية اقتحام مناصريه للكونغرس. واليوم يصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي على القرار ذاته لتفعيل التعديل 25 من الدستور، والذي يقضي بمطالبة نائب الرئيس مايك بينس بعزل ترامب. تصويت تقوده رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي على خلفية إحداث اقتحام من الكونغرس من قبل أنصار ترامب قبل بضعة أيام. خطوة التصويت هذه إذا لم تؤتي ثمارها فسيتجه الديمقراطيون وعلى رأسهم بيلوسي إلى توجيه لوائح اتهام لمحاكمة ترامب في الكونغرس. توجه يتزامن مع سعي عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى طرح مشروع قرار لتوبيخ الرئيس ترامب لدوره في أحداث الكابيتول. قرار التوبيخ هذا إذا ما تم تمريره فسيمنع ترامب من الترشح لمنصب اتحادي مرة أخرى، وسيؤدي إلى محاسبة على اقتحام الكونغرس. إذن هذا هو موضوع الساعة، فلم تتوقف المساعي والحديث عن عزل ترامب منذ اقتحام الكونغرس، وأيضا لم يتوقف الحديث بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على هذا الموضوع. لنقرأ بعضهم نعرف كيف جاءت الآراء. هذه شذا مثلا تقول: أحداث الكونغرس وتفاعلاتها التالية تعيد تشكيل الكثير من معادلات العملية السياسية، لا سيما تلك الدعوة إلى عزل ترامب أو تقديمه استقالة طوعية لتجنب المحاكمة. أحمد الفلاحي أيضا يقول: إذا نجحت بيلوسي في عزل الرئيس فستكون الأيام القادمة صعبة جدا على بلدي الحرية سابقا، ومفرحة جدا لكل خصومها. أما يوسف اليوسفي فيقول: عزل ترامب للمرة الثانية في فترة رئاسية واحدة ليس مسبوقا في تاريخ الولايات المتحدة، لكن الخطورة هي فيما قد يفعله أنصاره. إذا نحاول الإجابة على كل هذه الأسئلة الآن المعلقة، وأنتم وبينما نفتح كل هذه الدوائر شاركونا على الشرق.com/فوت حول هذا السؤال. برأيكم هل ينجح ديمقراطيون بعزل ترامب قبل نهاية ولايته الرئاسية؟ نعم أم لا؟ لنرى كيف جاءت النتائج بعد فتح هذا التصويت منذ دقائق. حتى الآن 75% لا يتوقعون بالفعل أن تنجح مساعي الديمقراطيين لعزل ترامب قبل نهاية ولايته الرئاسية، مقابل 25%. هذه الآراء تجدونها على الشرق.com/فوت عبر هذه الصورة المشفرة. اذهبوا بهواتفكم النقالة مباشرة، سوف تكونوا معنا في التصويت. سجلوا رأيكم ونحن نستمع ونستمتع به. وطبعا الأمور بالنتيجة ليست تمنيات وإنما هي آليات موضوعة في الدستور الأمريكي، نسأل عنها الآن ونسأل ما هي هذه الآليات التي يمكن أن ينجح فيها الجمهوريون في مساعيهم لعزل ترامب في الساعة الأخيرة قبل التنصيب، وماذا يستفيد الديمقراطيون من مساعيهم هذه على مستوى التنافس بين الحزبين وعلى مستوى أعمق وهو مستوى النظام السياسي في أمريكا، وما هي منطلقات الجمهوريين في هذا الشأن، المعارضين للعزل أو الموافقين منهم؟
وأيضا ربما من المهم أن نسأل كيف ستنعكس هذه المحاولات إن فشلت أو نجحت على الشارع الأمريكي المنقسم الآن لحد كبير. هذه الأسئلة أطرحها وأناقشها مع ضيوفي من أصحاب رأي والمعرفة. هذا من أورلاندو السيد توم حرب، عضو الحزب الجمهوري ومدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، وسينضم إلينا من واشنطن عبر أقمار الصناعية الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات في جامعة جورج ميسون. أهلا بك سيد توم، وأنتظر يعني انضمام الدكتور شرقاوي. سيد حرب، ما هي الآليات اليوم التي يمكن فعليا أن تنجح؟ نحن نرى تفعيل كذا آلية من قبل الديمقراطيين، حتى أن هناك بعض الآراء اليوم تتحدث الأنباء بأنهم ربما يتجهون إلى وضع هذا الطلب أمام اللجنة القضائية، اللجنة القضائية التابعة للكونغرس وليس كل المجلس عموما، طبعا لصعوبة التئامه في هذه السرعة وقبل 19 أو يعني سيناريوهات أخرى. فما هو رأيكم وهو تعليقك أولا فعليا على إمكانية المضي قدما في أي من هذه الآليات؟ أولا هي مرحبا لك وللمشاهدين. هلا. وإنما بالنسبة للسؤال بالذات، بالفعل ليس هنالك قاعدة قانونية، لأن الحزب الديمقراطي لهم يحاولون عزل هذا الرئيس منذ 2016 وقدومه بال 2017. بقى قيمة العزل عند الديمقراطيين أصبحت ضعيفة جدا، هذا غير ما كان يتمناه مؤسسي وأباء الولايات المتحدة. فمن هذا المنظار يجب أن تكون هنالك جريمة للعزل. ما هي الجريمة؟ هو كلما قال فقط اذهبوا وبطريقة سلمية إلى مجلس النواب تعطوا نوع من لم يقل بطريقة سلمية سيد حرب، يعني هو لم يقل اذهبوا واقتحموا، ولكنه أيضا لم يقل بطريقة سلمية فعليا بما قاله. الكلمة بالترجمة الإنجليزية بالفعل قال أعلم أن الجميع هنا سوف يسيرون قريبا إلى مبنى الكابيتال لأسماع أصواتهم بسلام ووطنية، بما معناه هو لم يدعيهم للعملية الاقتحام ولا شيء. هلأ إذا هنالك كان مجموعة مندسين أما غيرهم هذا شيء آخر، ولكن على 6-7 أشهر كنا شفنا البلاد كيف تحترق من مجموعات عنصرية، والحزب الديمقراطي لم يوبخهم، لم يأخذ أي إجراءات ضدهم أي شيء، بالعكس ساعدوهم. ولكن من هذه الطريقة حتى إذا حاولوا عزله اليوم ليس باستطاعته عزلهم، لأنهم سيصلون إلى حائط مسدود في مجلس الشيوخ. ويجب إذا يحاولوا عزله أن يحاكموه، والمحاكمة تطلب شهود، تطلب محكمة على أسبوع أسبوعين مثل ما حاولوا منذ سنة أن يفعلوا، ولكن أن يصوتوا لعزله بدون محاكمة هذا بالعالم الثالث وبالديكتاتوريات لم يفعلوا ذلك حتى الآن. فبالفعل يعني الحزب الديمقراطي رايح كأنظمة ديكتاتورية لا أكثر ولا أقل. ولكن ما هو التهويل السياسي؟ ولماذا هذا التهويل السياسي؟ وهنا الديمقراطيين يتفقون مع مجموعتين في العالم، النظام الملالي في إيران والنظام الصيني، والحزب الديمقراطي يتفقون على قمع الآراء وحرية التعبير، وهذه مشكلة انطلقت في الولايات المتحدة اليوم من قبل الحزب الديمقراطي بنوع من استعمال شركات الوسائل الاجتماعي لقطع الرئيس ترامب ومناصريه من التواصل، وهذه ستكون إذا استمرت كارثة ليس على الولايات المتحدة، فبدأت الدول العالم تأخذ بعين الاعتبار هذه المنصات وبدأوا يحذرون من خطورة هذه المنصات. طيب سيد توم، طبعا أنا يعني أنتظر دكتور محمد شرقاوي لينضم إلينا، ولكن معلش خليني الآن أتحدى بعض ما قلته على الأقل من الرأي الآخر. أنت تقول إنه الديمقراطيون يقومون ب يعني حركات وتحركات تشبه الأنظمة الشمولية. هم يقولون اليوم أن ما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ما قام به ترامب هو تحريض على العنف، وهو يشبه كثيرا جمهوريات الموز، هذه تحديدا الكلمة التي تم استعمالها، وأيضا أن الاقتحام
هو بدي اسمع رايك انا، ولكن ان الاقتحام هو جريمه وعنف، وانه على كل الاحوال هو شرخ او اذى تتعرض له الديمقراطيه، ليس فقط الامريكيه وانما صوره النظام الديمقراطي حول كل العالم، فما هو ردكم؟ عزيزتي، ما هي الجمله التي استعملها الرئيس ترامب للتحريض؟ إذا حدا باستطاعته أن يعطينا الجملة التي حرضت الشعب فليعطينا إياها. اليوم يتهموه بالتحريض ولا أحد يستطيع أن يعطينا هذه الجملة بالذات. أيوة. فهنا الولايات المتحدة حتى لو شتمت من كان باستطاعتي أن تشتمي فهذا أخلاقيا ليس يعني انه واقعيا، وانما ليس ضد الدستور وليس ضد حق التعبير، فيعطونا ما هو الذي حرضهم عليه ليعتبروا هذا تحريضا وضد أيوة. الدستور وضد طيب سيد حرب، سياسيا هل تعتقد بانه ترامب مسؤول اليوم عن هذا التوتر العالي الذي ربما ادى الى الغضب والى ما رايناه من في الشارع سياسيا، بمعنى انه ظل يتحدث عن ان الانتخابات سرقت رغم انه يعني قانونيا والمحاكم لم تستطع ان تقوم ان يثبت ذلك ولا يعطي اي دليل، وايضا يعني انه كسر هذا السياق الانتقال السلمي والانيق اذا صح التعبير للسلطه المتعودين عليه بالولايات المتحده الامريكيه. طبعا هلا الموضوع بالفعل اللي حصل يعني بوباء كورونا عدة ولايات وخاصة الولايات المتأرجحة أخذوا على عاتبهم تغيير القوانين الانتخابية بفترة شهرين، وهنا معظم الشعوب في الولايات المتحدة يعتبروها مخالفة للدستور، ولكن فعلوها بغض النظر إذا كانت مخالفة للدستور وأما لا، والمحكمة العليا ستأخذ بعين الاعتبار هذه الحادثة وتنظر إليها بعد عملية الاستلام والتسلم في 20 الشهر. وهنا غضب الشارع وخاصة مناصري سيد ترامب، لماذا المحكمة العليا لم تنظر بهذه العملية قبل الاستلام والتسليم لنعرف الحقيقة؟ وما حاول به أعضاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب للمعارضة على عدة ولايات هم إعطاء الفرصة من 6 الشهر الفائت حتى 16 الشهر يعني قبل التسليم ب4 أيام للنظر بهذه الولايات وتغيير القوانين لديهم للانتخابات. طيب. في ما معنى من هنا يعتبر الرئيس ترامب هنالك كان إجحاف بحقه وحق مناصريه بتغيير النظام الانتخابي واستعمال وباء الكورونا كسبب أساسي لتغيير النظام الانتخابي. طيب، ولكن ماذا عن بعده؟ ماذا عن الإصرار على هذه يعني التأجيج العواطف وتأجيج المشاعر والغضب؟ هناك من يقول يعني حقيقة أن السيد ترامب تصرف، هو الذي تصرف كأنه رئيس في أي دولة أخرى، أنا أو تحرق البلد أنا ولا يهمني الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الإصرار اللعب على هذا الوتر هو الذي أخاف الجميع على ديمقراطية الولايات المتحدة خصوصا يوم هذا ما يقوله الديمقراطيون، فما رأيك؟ طبعا الديمقراطيون يقولون ما يشاءون ويحاولون عزله منذ سنين عديدة ومحاكمته. لماذا؟ لأن هذا الرئيس غير السياسة الأمريكية بعدة معايير، منها بالنسبة للدولة العميقة والتحالفات بين هؤلاء المجموعات، بغض النظر ما كانوا يحاولون في الفترة الانتخابية يعيدون شعبهم وبعد الانتخابات يغيرون مواقفه، فهو إنسان شفاف. هل على الصعيد الداخلي حقق نجاحات بالاقتصاد باهرة، منذ 60 سنة لم نرى هذه النجاحات. بالشرق الأوسط عندما استلم، الشرق الأوسط كان لهيب من الخليج الفارسي إلى الأطلسي، فأخمد هذه الحرائق وقام بمعادلات جديدة في العالم العربي بين الدول العربية وإسرائيل وإعادة اللحمة بين قطر ودول الخليج، وهذا شيء جيد. وضع قيود قاسية على إيران، وضع الحوثيين على لائحة الإرهاب، قام بمعاملات جيدة بالنسبة للشعب الشرق الأوسط. بالنسبة للصين كان هنالك فرق توازن كبير
بين الاستيراد والتصدير، أعاد الموازنة الميزان الذي يجب أن يكون عليه بين الصين والولايات المتحدة. فيعتبر وجمهوره يعتبرون بأن ما قام به الرئيس يجب انه من انه العادي انه ينتخب مره ثانيه، وبايدن كان جالس في بيته لم يذهب الى الحملات الانتخابيه على الاطلاق، فكيف ينجح؟ فشيء ما حصل بهذه الولايات، وهو يعتبر حتى الان بان هذا الرئيس المنتخب بايدن ربما صار في خلل بالانتخابات، ويجب إعادة النظر في هذا الوضع. هل يعتبر هذا تحريضا ضد الغير؟ أنا لا أعتبره تحريضا، ولكن الغير يعتبره تحريضا، ويجب على المحكمة العليا كانت أن تأخذ هذا القرار، هذه الدعوة، وتقرر لها، والشعب الأمريكي ربما كان تجنب المشاكل التي حصلت. طيب أرجو أن تبقى معي سيد توم حرب، أذهب إلى فاصل قصير ونعاود بعده هذا الحوار، وأيضا نسأل اليوم عن التهديدات التي أطلقها أو أطلقتها الـ FBI عن المجموعة المسلحة تنوي السفر لواشنطن في يوم التنصيب، وحتى عن إنذارات سابقة. وبعدما نذهب إلى يعني هذا المواضيع، دعوني بين قوسين أذكركم بالمشاركة بآرائكم في تصويت على sharq.com/vote. هل ينجح ديمقراطيون بعزل ترامب قبل نهاية ولايته الرئاسية؟ بين نعم أو لا، هذه النتائج حتى الآن 79 لا تتوقع نجاح الديمقراطيين بعزل ترامب، ومقابل كم يقول نعم؟ 21% يتوقعونه أن هذا ما زال ممكنا. هذا التصويت مفتوح معكم، هذه الصورة المشفرة عبر كاميرا هواتفكم نقالة الشرق نيوز، عبر حسابات كل التواصل الاجتماعي بانتظاركم.